السادة النواب حبيت لاحظ ملاحظة قصيرة، ويكون الحكومة الرشيدة في الهيئة منتبعة، وإحنا حريصين أي مدينة تصرف لما يتعدى على الشفافية وعلى طلب العروض، ولجنة الشراءات تقوم بالفتح بطريقة قانونية، ولجنة التقييم تقوم بالتقييم والمقارنة بين العروض، وكنا متفقين مع أنفسنا إلى حد أنه كل شيء لابد يتعدى على المسابقة، وأنه يفوت وزارة 50,000 دينار مقداره الرقمي. احنا بحسب قانوننا كان ممكن ان نكون عندنا مجال تتصرف، واكثر تقريبا 1,000,000 400,000 نجم نكونوا فقط مطلوبين المسابقه عليه، لكن احنا كنا متشدين انفسنا وكنا دائما الشيء اللي يفوت 50,000 او حتى 50,000 دينار لابد يتعدى على المسابقه. ومن جهه ثانيه احنا عندنا كوميسار وكوم، اذا عندنا مراقب حسابات، مراقب حسابات يتابعنا وتغيروا هنا حسن فشل تكون في بالنا وفي كثير مؤاخر تقرير حاروا رغم في السنة الأخيرة كانت عنا كان عنا نمو من حيث الإطار من حيث التصرف وصل للماكسيموم 5,000 موظف، لأن كنا في سنوات الذروة من حيث العمل بتاعنا 2016، وثم دار المحاسبات مشينا أنا والرئيسة إلى دار المحاسبات وقلنا لهم يجي راقبونا نحبوا الشفافية ونحبوا أي شيء يشكك في ان اسانا التصرف وما حق حتى ما كانش رشيده تبدو ونحيل المطر عليها، لان وقعنا في موقع صراع مصالح ومباشره حق الصحاب باش يشكوا فينا في امانتنا، واحنا جاهزين باش يحاسبونا ونوفروا الشفافيه اللازمه باش كل امور ديما على بينه وعلى ثبات. وبصفتي قاضي كنت قاضي اذا لابد حريصه ناحيه ذي ويهمني برشا باش كل امور عنده مصداقيه لازمه، وشكرا. شكرا.